الجنة والنعيم أبو جمال. يلا بينا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل وكل الذي فوق التراب تراب. أبو العزم شوية انحرج الجمال، متجنن أوي من ساعتها. حلاوة روح يا باشا، جمال عارف إن الأيام اللي فاضلة معدودة، عشان كده بيتحرك من غير حسابات. تفتكر؟ جمال هو عارف يعمل إيه كويس. الورق اللي بعته له بيقول انه مش بس تحت ايده حاجات، لا ده كمان بيستعرض علاقاته، بيبلغ رساله ان ايده طايله لابعد ما احنا متصورين. تقصد ايه يا باشا؟ هو ابو العزم ما قالكش ولا ايه؟ الورق اللي اتبعت كله من ملف العراق، وما ادراك ما العراق، وهم اتنين اللي اشتغلوا في الحكايه دي، السفير بهجت سالم والشيخ نوح السباعي. بسيطه، الاتنين دلوقتي تحت ايدينا. ابو العزم عايزهم تحت عينينا علشان نفهم مين اللي اداله الورق ده ومصلحته ايه نتعاون معاه. هيحصل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم. بقية في حياتك يا جمال. واولئك هم المهتدون. ما كانش ينفع تظهر دلوقتي في الظروف دي يا جمال. انت ناسي احنا بندفن مين ولا ايه؟ ده ابويا. يا جمال انا خايف عليك، وبعدين احنا كنا هنقوم بالواجب. انت طول عمرك صاحب واجب. وانت مالك؟ مالي ونص. المدفن بتاعنا والميت ميتنا، واجب نعمل له كامل احترام. هتقل عقلك وتعمل حاجه غير كده؟ هنفتح المدفن تاني ونضايف الحكومه. جمال مين؟ كل واحد فينا عارف ان كان هيجي يوم تسيب اللي بنحبه، هيسبقونا هنسبقه، بس عمري ما دخلت ان انا اشوف اليوم ده مع ابويا ابدا. طول الوقت كنت شايفه في احلى لقطه لينا، صوره ابيض واسود في راس البر، وانا راكب حصان خشب واقف جنب مني سندنا عمال بيضحك.
ده قلت لك ان انا طول الوقت كنت بشوفه بنفس لون شعره بنفس ملامحه مش هتصدق. طول الوقت كنت حاسس اني عيل صغير واقف جنب ابنه مسنود ومش خايف من حد. كنت بحكي له كل حاجه، بحكي له كل مصيبه كنت بعملها، حتى كنت بحكي له على كل بنت مشيت معاها وصاحبتها. كنتش بخاف منه ابدا. الله يرحمه كان طيب قوي. كان دايما يقول لي خلي بالك. ما كانش بيزعق ولا يعمل الحاجات دي ابدا. بس لما الموضوع يكبر قدام الناس يقعد يعمل فن. يقول لهم ابني معاش دعوه بيه، انا اللي هربيه. واول ما يتقفل علينا الباب يقول لي اعمل يا واد اللي انت عايزه. ملعون ابوه بس ما تسوقش فيها. ابوك اللي صاحبك بجد مش كلام. فجاه بتلاقي نفسك صحيت على لون شعره بيتغير. تلاقي ملامحك كبرت فجأة وشعره أبيض. فجأة بتحس إن أنت اللي كبرت. فجأة بتحس إن السنين كلها عدت في لحظة. تلاقي نفسك واقف لوحدك محدش سابك. شد حيلك يا بطل. كلنا هنموت محدش مخلد فيها. أبوك دلوقتي في حتة أحسن من اللي إحنا فيها بكتير. بس راح بعد ما رباك وكبرك وخلاك راجل قد الدنيا. فوق بقى من الحالة دي علشان تعرف تربي ابنك. معلش يا بوب. سو وحشت بسرعة أوي. موبايلك مقفول ليه من الصبح؟ وصل شحن. لقيته جمال؟ هلاقيه فين؟ ما انت شفت بنفسك اللي حصل. انا كنت مشيت ولسه سامعه من شويه عشان كده بسالك، حد قدر يمسكه؟ جمال هرب بس مش هيفضل هربان على طول. يعني ايه؟ مالك خفت كده؟ عايزه افهم يا علي معنى اللي بتقوله ده ايه؟ قضيه باظت بالنسبه له. جمال براءة من الموضوع ده كله. بجد؟ طب والله برافو يا علي. اول مره تقول هتصرف وتتصرف بجد. ولا هو حد تاني اللي اتصرف وانت